الانسان بالطبع ديالو كيبغي يتعرف على الذات ديالو اكثر من اي واحد اخر. الانسان شي مرات ما كيعرفش راسو واش انسان مزيان ولا انسان خايب ولا 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 ولا, ولا. كيكون بزاف ديال العوامل اللي كيقدروا يقولوا لك انت اين واحد في هاد الانسانات هادو. العوامل هادو كيكونوا غالبا عوامل خارجيه بمحفتنا راسنا. هادشي اللي كتقول صعيب على الدروس اللي عندنا في الباك. شوف البطل هادشي اللي كنقول لك انايا دابا انا وما فهموش دونك بلا ما تحاول تفهم. لي زابيتيز دو مارسي اليوم من الاخر غندير لكم واحد الكويز غادي نتعرفوا فيه على ريوسنا اكثر. هل تعتقد انك شخص منحرف؟ هذا كي منحرف. هل تعلم ما هو نوع الانحرافات التي تعاني منه ام انك تعتقد انك شخص طبيعي بنسبه كبيره؟ طبيعي الحال حنا راهو ناس طبيعيين وخلينا ما تشي ديالك. اوكي غادي ندوزو دابا للاسئله. اين تقضي اكثر الوقت؟ في العمل، الاماكن العامه، المنزل، الحدائق، النادي. اين تقضي اكثر الوقت؟ كيفاش فين كنقضيه؟ في الدار. انتروفرت سبيلك. عندي العمل تبكي لما متابعه. متى تنام كل يوم؟ شنو العلاقه ديال النوم مع الحرف؟ دفك 12 10 جوج. الصراحه انا واحد الانسان جوج الصباح يلا كنامن بشي حاجه سميتها النعاس. وات ما رايك في موضه البنطلونات المقطعه؟ الصراحه ما عنديش معهم بزاف. واش عزيز عليك سراو المقطعين؟ عزيز عليك سراو مقطعين منحرف عشيري ما عندي ما ندير لك. عندي المياس انيقه يلا تعرطق. هاد السيت هذا كيسولك اسئله باش في الاخر كيقول لك ما هي نسبه انحرافك. كيجي لواحد السؤال الرابع ولا ما عرفت شنو كيسولك كيقول لك ما هي نسبه انحرافك. جاوب البطل. المنحرفه راهي خالتك اللي في هولندا. هل انت شخص مدخن؟ او لا لا. نعم شيشة فقط ماشي شي حاجة رويدة والله إلا غير الشيشة. ليس بدرجة كبيرة لا حينما أشعر بالضيق فقط. صراحة أنا واحد الإنسان ما كان كمي ما كان شرب أنا تلمك الماكلة ما كان ناكلش مزيان. ما هي الفاكهة التي تحبها؟ الفراولة، المانجو كما عزيز عليك المانجو البطل وشيفو كان الخوخ بويس الخوخ تين او لا الموز. الموز ماشي خيار الصدفة في هذا الامتحان اللي رحنا كندوزو دابا. باكونتخ البنت الا كان عزيز عليها الموز نقدر نفهم الفهم بانه راه نورمال. الدري عزيز عليه الموز او لا المانجو نديرو الخوخ. ورا الخوخ شي حاجه مزيانه. الخوخ ماذا يمثل لك الجنس الاخر؟ اهم شيء لا يعنيني كثيرا شريك الحياه. المدام غيعجبوها بحال هاد لا كاستيون. نصف المجتمع. اجمل شيء في الحياه. الجنس الاخر كيمثل لنا اجمل شيء في الحياه. اما دوك الناس اللي كيكونوا معنا في الجنس وكيمشيو للجنس الاخر ما كندويوش عليكم. حنا كندويو على الجنس الاخر اللي تزاد من عند الله داير بحال هكا. واهم حاجه في الجنس الاخر الاخلاق. ماشي مشات خويخات رميمينات. شي اسئله الصات ويرد. ما هو افضل شكل هندسي تفضله؟ المربع. عايشين في ماينكرافت حنايا ولا كيفاش مربع؟ المستطيل. انا بديت كنفهم فين غادي هاد السيده. دائره، متوازي المستطيلات، المثلث. الدائره. انا كنفضل الدائره وما تسولنيش علاش. ما هي اكثر الاشياء المنحرفه التي يمكنك ان تجربها؟ الشراب، المخدرات، السجائر، الشيشه. اعوذ بالله من الشيشه. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيشات. الرقص. او لا لا نقدر نقول لك انا من هادشي كامل نختار الرقص. انا بدا اكثر اناس منحرفين كيجيوني هما الدراري اللي كيشطحوا في تيك توك. نقدر نشوف بنادم كيدير بزاف الحوايج خايبين ونقول الله يعفو عليه. ولكن واحد كيشطح في تيك توك ما عرفتش ما كتجيني بحال الا ما راه ما يمكنش. فهمتي ما يمكنش. لا امبوسيبل. هكا تشينج ماي مايند. انا داير بحالك. انا معقد. يلا طرطق. عندك شي مشكل طرطق. كتشطح في تيك توك منحرف يلا ومشي معاك بعيد. يلا الله يعفو عليكم الشباب ديال تيك توك. وات صات. انا منحرف موضه. كيفاش منحرف موضه؟ زعما شي حاجه الاخر ديال المنحرفين ولا شنو؟ منحرف مستيلي فهمت. اي ام منحرف ويد ستايل. وات ذا فاك صات. انت منحرف موضه وتقوم بالانحراف في تجربه العديد من اشكال الموضه الغريبه. انا اخويا كنجلس في الدار نهار كامل ما كنجربش. والغير معتاده على مجتمعنا. الو كيفاش غير معتاده على مجتمعنا؟ ردوني انا دابا اللي في شكل. راه نتوما اللي كتشطحوا في تيك توكات. نتوما هما اللي في شكل ماشي انا. حيث انك تهتم بتجربه الجديد لتكون مختلف ومنحرف بطريقه مستفزه. لا انا ماشي مستفز. ويت مازال ما ساليناش. غنمشيو غنديروا كويز واحد اخر. الكويز هذا اللي سميتو هاد الاختبار يحدد لك مدى نسبه قدره عقلك او نظافه عقلك بناء على اجابتك. اوكي ليتس جو. كم يبلغ عدد النكات البديهه التي تعرفها؟
أقل من 10 من 1 إلى 3 فقط. أكثر من 10 خصك تزيد واحد لوبسيون هنا أكثر من 100. أنا واحد الإنسان لدرجة زعما نقدر نجلس مع شي مجموعة ديال الناس اللي ما مدصرش معهم بزاف ويقولوا لي بيه معاودين شي نكتة ضحكنا. إيمازيني معايا نكتة وحدة مزيانة ما عنديش. عندي غير الاخر للاخر. أنا سبق وأن قمت بقول نكتة بديئة لأشخاص تعرفهم. لا مستحيل. نعم لما لا؟ أنا عمرني تجرأت ولا عمرني كانت عندي الجرأة نقول شي نكتة بديئة في حياتي. أنا واحد الإنسان نعمة الخلق. داكشي علاش غادي ندير نعمة الخلق. اختر رقما من الأرقام التالية 11 69. علاش كتضحكوا نتوما؟ ديك ما فكرتكم في شي حاجة منحرفة. هذاك المنحرفين. 69 ماشي واحد الرقم اللي كتقراه. 69 واحد الرقم اللي كتكتشفه. ما هو أكثر ما يلفت انتباهك في الجنس الآخر؟ جاذبيته، طوله، بيرسوناليتي. صراحة سؤال صعيب. داك الشيء علاش غادي نختار بوبس؟ مكاينش علاش؟ اي دوماج الصاد. شوف الا كنت من ديك النوع اللي كتامن بشي حاجه سميتها انا كياتيريني في الشخص الشخصيه ديالو. ما يمكنش واش تشوف الشاب العربي بحال هكا داير وجهه تعجبك الشخصيه ديالو واخا الشاب العربي ما دار ليه والو. اول حاجه كتاتيريك في الشخص هي الشكل ديالو. فاش كدوز داك ليطاب كنوليو في مرحله الشخصيه. فوالا الشخصيه هي شي حاجه اللي كتخليك تكمل العلاقه ديالك مع ديك الشخص. فهمتيني؟ الا ما كانتش شخصيه نقدر نقول لكم غتصاحبوا سيمان وغتفارقوا. ندير جاذبيته هنا اللي شحال فيها الهضره. هل انت من عشاق وهبي؟ اش هاد الاسئله ديال التسعينات؟ هاد مازال كيامنوا بديك الفيديوهات ديال شاهد فضيحه هيفاء وهبي. ولكن واخا هكاك نعم انا احب زوجتي كثيرا. اي مش هيفاء وهبي ولا شي حاجه. لا احبها ابدا هيفاء وهبي. اما الزوجه ديالي كنحبها صراحه. ما كتبوش كومنت كتب على الله حرام. ليزابيتوس ديالي حاليا لعنب لعنب. يلا لا لا عنقود بدريه ملا لا يلا ما بقاش. ما الذي يعجبك اكثر، افلام الرومانسيه، افلام الاكشن، الانيم؟ وقت كامل اللي كندوز في الفلوس صراحه كنتفرج غير في الانيم. ما الذي يلفت انتباهك في الفتيات اكثر، اجسادهن الممتلئه او الرشيقه؟ اش هذا الوصف الدقيق جدا. صدقهم وعفويتهن. الصدق والعفويه هي اهم حاجه في الفتيات. هاي 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 هاي. هل سبق وان شاهدت برفقه اصدقائك موقفا ما استدعى خجلهم في حين لم تشعر انت باي خجل؟ صراحه انا واحد الانسان وخاكك حشومي. داكشي علاش بلا ما نفكر غادي نختار نعم ويحدث ذلك كثيرا. دابا غنشوف الريزولطا ديال مدى قدره عقلك. انتقال نسبه القدره في عقلي 90% قدير، 10% نظيف. داك لديك عقل مبدع جدا. وشي وشي اللي ماشي عقلو سميتها قادر. شتي اللي ماشي عقلو قادر؟ قادر على ربط كل شيء تقريبا في اي شيء قادر وبديع. الصراحه ما كدبتيش. يجب العثور على كل ما هو غريب وجديد ويبدو مليئا بالخيال الشيق والرائع الذي سرعان ما يجلب لصاحبه السعاده. واش عرفتي دابا علاش بيمور مامين ديالكم ديما ضحك؟ حيت اي حاجه كنشوفها كنفكر فيها بواحد الطريقه ماشي هذيك. او هادشي اللي كان. وكاو مثلا تلاقيتو مع شي تيست ولا شي كويز اللي تستاهل اننا نصورو عليها شي فيديو، غادي تجيو عندي الانستغرام ديالي اللي هو هذا وغادي تصيفطوا لي ميساج ولا غادي تكتبوا لي في الكومونتيرات زعما اللي بغيتو. فهمت؟ وغادي نخليكم وغنتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غنديرو فيه شي دويره في البيت وغادي نهضروا على هاد لي ديطاي وهادشي كامل. شكرا بزاف على ديالي. الفيديو الجاي كما قلت لكم غادي ندير لكم واحد الدوره في الاستوديو بحال هكا وغادي نشرح لكم بزاف ديال الحوايج. هادشي اللي كان. ستاي توند للفيديو القادم وتهلاو ليا فراتكم.